بمنطقة الأهرامات المصرية الأثرية يحيي النجمان حسين الجسمي وعمر دياب حفلا غنائيا ضخما مساء غد الجمعة 28 من أكتوبر بمناسبة ختام الاحتفالية الضخمة بذكرى مرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين مصر والإمارات تحت عنوان مصر والإمارات قلب واحد. وتستهدف الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بحضور وزراء ومسؤولين وإعلاميين من البلدين تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود. يتصدر اسم الفنانة إليسا الترند اليوم بمناسبة عيد ميلادها 50 وسط تهاني جمهورها الكبير والنجوم متداولين أجمل أغنياتها التي أطلقتها على مدار مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما. وتستعد إليسا غدا الجمعة لإحياء حفل ضخم يجمعها ولأول مرة بالفنانة هيفاء وهبي ضمن فعاليات موسم الرياض. بعد حوالي عام من السجن تم الإفراج عن شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية المثيرة للجدل عبر مواقع تواصل سحر طبر واسمها الحقيقي فاطمة خيشوند بعد محاكمتها بجريمة نشر الفساد وظهورها بملامح شيطانية وادعائها بأنها أجرت 50 عملية جراحية لتصبح شبيهة أنجلينا جولي بهدف الشهرة. لتفاجئ سحر المتابعين في أحدث ظهور لها خلال لقاء تلفزيوني بعد الإفراج عنها بأن ملامحها الحقيقية ليست مخيفة كما اعتادت أن تظهرها للجمهور بمواقع التواصل وأن صورها التي تشبه الزومبي هي مجرد صور معدلة عبر برنامج الفوتوشوب معبرة عن ندمها على المبالغة في إظهار وجهها بملامح مشوهة بهدف الشهرة وجذب الأنظار عبر مواقع التواصل مما أدى بها في النهاية إلى السجن. وأكدت أنها لن تعاود الظهور مجددا بشخصية سحر طبر الشبيهة المخيفة لأنجلينا جولي. علقت الفنانة دنيا بطمة على قرار إطلاق سراح زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك على ذمة القضية التي رفعتها عليه وكتبت عبر ستوري إنستغرام في بلادي ظلموني. وأطلقت أنياب العامة المغربية أمس الأربعاء سراح محمد الترك بكفالة مالية بعد اتهامه بالخيانة من قبل دنيا بطمة. وأخيراً بحضور نجوم من العالم العربي ومن هوليوود وبوليوود ينطلق اليوم الخميس ولأول مرة في دبي مهرجان ميتا السينمائي الدولي بدورته الأولى ليجمع عدداً كبيراً من مشاهير السينما والممثلين وصناع المحتوى. ويعد المهرجان منصة لعرض الأفلام المحلية والإقليمية والدولية المميزة إذ سيعرض أكثر من 70 فيلماً من 25 دولة بدءاً من اليوم وحتى 29 أكتوبر الجاري على أن تمنح الجوائز للأفلام المميزة بفئاتها المختلفة.